GFX Academy. Free Transform Tool. الأداة دي عندي من فوق من حتة دي. بضغط ضغطة واحدة أو كيو من الكيبورد ببدأ أخش في المود بتاعي. أنا بعلم على الشيب كله بالشكل ده وبضغط كيو من الكيبورد. انا دلوقتي بغير بين الفي والكيو، فبخرج من الكيو مود او السليكشن تول وبروح داخل تاني على الفري ترانسفورم تول. الاداة دي عشان ادور الشكل واتحكم فيه، مقاساته الطولية والعرضية والكلام ده كله. عندي لما بروح على الشكل من اي حافة بيظهر لي علامة، بلمس النقطة، عندي 1 2 3 كذا نقطة، كل بوردر من دول أو كل حافة من دول بيتقسم لي 3 نقط. النقطة اللي على اليمين فوق مثلا أو اللي على الشمال فوق أو أي نقطة على الجنب أو على الحرف من فوق بضغط عليها بيظهر لي سهم فوق وتحت أو اتجاهين معاكسين. ببدأ من خلال أضغط وأروح عامل دراج في أي حتة، يبقى عندي أنا بالشكل ده كده. أو لو أنا ضاغط، لأنتني ضاغط كده وضغطت على شيفت من الكيبورد هيبتدي يشغل لي الأسبكت ريشيو بتاعة المقاسات أو يحافظ لي على النسبة بين الطول والعرض بتاعي. إن كان الطول 10 والعرض 5 بيظهر لي نسبة وتناسب كبير أو صغير بالشكل زي ما أنا شايف. مجرد ما بسيب الشيفت بدي يعملها لي فري زي ما انا شايف. دايما بشتغل انا كده عشان احافظ على المقاس بتاعي حسب شغلك وحسب متطلبات شغلك. اوكي طيب، انا لما رحت كده ظهر لي السهمين المعاكسين. لو انا بعدت شويه هيظهر لي علامه سهم لافف على نفسه. زي ما انا شايف حاجه زي كده. طبعا الكلام ده كله بيظهر لي بناء على او بيلف لي بناء على البيفوت بوينت او الترانسفورميشن بوينت دي حسب ما هي موجوده بيلف حواليها. دي زي نقطه الارتكاز بتاعي. لو انا رحت هناك قعدت كده بيلف لي حواليها، حطه في النص بالالاين، وده موضوع الدرس الجاي موضوع الالاين، واخد البيفوت بوينت بتاعتي او ترانسفورميشن بوينت واخليها في النص. هتيجي من النص معاك لما تضغط على سناب تول تتحرك تلاقي فيه زي مغناطيسيه كده بتوديك على اللي انت عايزه. عندي لما بروح على اي واحده من دول من فوق يبقى فوق بس، حتى لو رحت يمين وشمال تبقى فوق وتحت. وبنفس الموضوع على اللي على اليمين او اللي على الشمال دول، ما بروح كده يبقى يمين وشمال حتى لو رحت فوق وتحت. ارجع الاحداثيات بتاعتها المظبوطة. طيب انا عندي دلوقتي النقطة هنا، ولو لفيت هنا مثلا ولفيت الف حوالين النقطة. خليني اعمل حاجة بروجكت بسيط كده ونختار ونعمل اللي احنا عملناه دلوقتي من خلال تطبيق زي ما اتعودنا. هصغر دي شوية بالكيو او بضغط على فري ترانسفورم تول واخليها حاجة زي كده مثلا. اضغط V من الكيبورد، خد بالك هي جروب كلها تمام. دبل كليك بخش جوه جروب بلاقي نفسي جوه ده شيب وده شيب تمام. يبقى انا هخلي دي مثلا عايز اعمل حواليها دايره، فاعملها فلير تانية وباجي على الاوفل واخلي حاجه زي كده. انا كنت عايز الحافه بس بضغط. ممكن من كل ده من الاول خالص بروح جاي على دي بقول له ما تعمل ليش من جوه حاجه، وخلي دي مثلا باللون الاسود واقول له اديني دايره بالشكل ده
خليها لي فوق شوية. وافتح لي مثلا جزء من هنا فوق، وخليني مثلا اجي اعمل تكست بالشكل ده في لاير كمان. وبقى كان عمال بشتغل ليارات، بس بمهد لك على درس الليارات هيكون قوي جدا ان شاء الله. هقول مثلا يور نيم يور نيم، وأغير لون الخط بالاريال أشوفه عامل ايه. مش عايز الاريال، عايز كورنر نيو. لا برضو هاخد النوع ده، نوع الخط ده مناسب مثلا، واعمل لاين، اعمل اي لاين مثلا، يكون مثلا حاجة زي اخليه بالافكت ده، وادوس شيفت وادوس على اللاين، ارسم لاين بالشكل ده، واضغط في عشان اختاره. اوكي، اضغط كيو عشان اعمل له ترانسفورم، اقرب قوي لان انا كده مش هعرف اعمل له ترانسفورم الا لما بقرب قوي او من خلال الاحداثيات دي. برضو بتحرك الاكس والواي الكلام ده كله، عايز احركه الفه حوالين نفسي، بعمله كده. هشغل سناب تول شغالة، بقرب كده لغاية لما يظهر لي اللفة دي أو السهم الملفوف ده، وراح عامل الخط بتاعي وبنزله بالشكل ده. ترانسفورم تاني، بكبر الخط بتاعي، بدوس في من الكيبورد، عايز اغير الايفكت ده اعكسه، اجي على ستروك، الاسمر ده عايزه ابيض والابيض ده عايزه اسمر. اوكي، يبقى الابيض عايزه اسمر او اسود، والاسود ده هخليه بالابيض. وممكن اخلي الابيض كمان، شايف هنا ممكن اخلي، لو انا غيرت الباك جراوند دي خالص وخليتها مثلا بالاسود او باللون ده مثلا، بلاقي ان اللون الابيض ده باين، لا انا مش عايزه باين خالص، انا عايز اخليه الفا، الالفا بتاعته زيرو. فبدوس بضغط على الستروك والضغطة هنا على الابيض، واروح اقل له زيرو، بيعمل لي ايه؟ تعالى ارجع لي تاني كده الباك جراوند ابيض، بيعمل لي الافكت ده. ايه هنا غامق قوي، بعدين ينزل فاتح فاتح، وبعدين بيختفي خالص. اخلي مثلا هنا تحت في اللير تانية اكتب، اصغر الخط شوية اللي هي 20، اقول مثلا سلوجان. السلوجان ده اللي هو الحاجة التعريفية للوجو او للكمباني او للشغل بتاعي. اخلي الاثنين دول، شيل دي بيساوي بعض في النص بالظبط، واخليها باللون احمر بالشكل ده، واخلي ده اكبره مثلا شويه، الاستروك ده اخليه 3 2 مثلا، 3 اللي هو لي 4. يبقى انا عملت تقريبا لوجو، خلي كل ده في سوا بعضه في المنتصف بالظبط. يبقى تقريبا عملت لوجو بالشكل ده. اعمل تيست،
ممكن اخلي دي بترانسفورم تول، اغيرها واخليها هنا مثلا بالشكل ده، وممكن اخد كل ده وارحله شوية جوه، عايز ارحل مثلا شوية كده انا مديك افكار بس. اسود 4 هنقله هنا واخلي السلوجان بالشكل ده، واعمل باك جراوند بالريكتانجل، اقول له اديني الافكت ده، اروح اعمل حاجه بالمنظر ده، مش عايز بوردر خالص، وعايز اللي في النص ده كله خليني من هنا، اقول له خد دي اوكي، واقول له هات لي الالوان بقى ظبطها شويه، دي كده ودي مثلا الطبقة دي مش عاجبني، مثلا خليها بالأبيض خالص ونفتح شوية دي. يبقى أنا عملت حاجة زي كده، ابتديت أعمل ترانسفورم تول. أنا بس بعمل لك أفكار وتطبيقات طول طول ما انا ماشي، بحاول على قدر الامكان اظبط التولز اللي انا بشرحها على التطبيق اللي انا بعمله عشان يحصل استفادة كبيرة.